من يرفض الانتخابات بطريقة سلمية فله ذلك، ومن يرج ولم يقبل الانتخابات بطريقة سلمية ويمشي بطريقة سلمية فله ذلك. احنا نرفض العنف مهما كان نوعه ومن اي جهة كانت، ولكن البادي هو الذي يتحمل المسؤولية، ما يكونوا صحفيين او موكب ماشي في طريق وتستعمل الحجارة او تستعمل العنف ضدهم، فانت تتحمل مسؤولية هذا العنف الذي قمت به.